面は。معكم ندى العرج، عضوة فريق الوطني لرياضة التايكواندو، مؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اللي تأجلوا 2021. سن 20 سنة، وزن أقل من 57 كيلوغرام. بعد التأهل ديالي للألعاب الأولمبية، البلاد ديالنا كيعرف كل شيء جا وباء ديال كورونا، وحبسنا لي زونترينمون ديالنا مع ليكيب ناسيونال، ولكن اون فوا عرفنا ان غيكون حجر صحي بداو لي زونترينمون في لابليكاسيون ديال زوم اللي كان مع كوتش دافيد سيكو اللي بقى مواصل معنا لي زونترينمون. ما حبسنا حتى شي نهار، بقى البروغرام واخا هو كان صعيب شويه حيت بعيد وغير بلابليكاسيون، ولكن اوروزمون عندي اختي اللي هي بطله المغرب في رياضه التايكواندو اللي كانت كتعاونني دائما، حيت التايكواندو سبور ديال كومبا خاص ضروري معك بارتنير. دوكو انا كانت عندي اختي، كنت دائما كنحاول انني كنقول راه عندي واحد لافونتاج معايا، شي حد في الدار اللي يقدر يتريني معايا. الجامعه حتى هي ما قصرتش من جهد ديالها وفرات ليا واحد لو بوب معايا باش نقدر نتريني في الدار. ودازت تجربه زوينه ليا واخا هكاك. من بعد الجامعه والمدرب ديالي دافيد سيكو ما بقاو كيفكروا انهم كيفاش غادي نقدروا نترينيو مجموعين ونشوفوا شي حل، صوبوا لينا لي كارت سيجور ومشينا لفرنسا. صراحه كانت هذه شي حاجه كبيره بزاف ان الجامعه تقدر ديرها لي زاتليت اللي دابا حتى شي واحد ما كيقدر يسافر، لي فيزا ما كاين حتى شي حاجه، ولكن الحمد لله صوبنا لي كارت سيجور مشينا لفرنسا، بدينا لي زونترينمون تماك. من بعد كنقلبوا على حيت تما كتقدر ديبلاسا دغيا مع لي زيكيب اللي كانوا في اوروبا حدانا، مشينا لايطالي درنا ستاج، من بعدها مشينا لتركيا حصلت على ميداليه فضيه، كانت هذيك هي اول تظاهره ليا من بعد الوباء ديال كورونا. من بعد مشيت لاسبان لعبت الاوبن خديت ميداليه فضيه، كنرجعوا لفرنسا دائما تما فين كان عندنا المقر ديالنا ديال لي زونترينمون اللي كان مع لي زاتليت وحده اخرين اللي كيجيو عندنا. من بعدها لعبنا بطوله افريقيا حصلت على وصيفه بطله افريقيا، ودرنا ستاج مع المكسيك اللي كنا استفدنا منه بزاف ديال الحوايج، كانوا ابطال اولمبيين وهذا الشيء كان كيموتيفينا، كنحاولوا اننا نسولوهم بكون اننا عمرنا جربنا الالعاب الاولمبيه، مازالين يلا 20 سنه فهذه اول تجربه ليا في الالعاب الاولمبيه. كنحاول انني نسولهم نعرف كيفاش كيدوز داك الشيء مع كاين شويه ديال ستريس، التظاهره ما كتكونش كل سنه فاربع سنين لاربع سنين، ماشي اي واحد غادي يقدر يشارك. والحمد لله كان ستاج في المستوى، كانوا ابطال واعرين واستفدت بزاف ديال الحوايج. كنتمنى ان شاء الله انني نقدر نجيب ميداي، تكون ان شاء الله حتى لي زاتليت اللي معايا غادي يشاركوا كنتمنى لهم حتى هما التوفيق، ولما لا تكون هاد طوكيو ان شاء الله نجيبوا منها لا ميداي اولمبيك اللي مازال تايكواندو ما قدر يجيبها، ميداليه ذهبيه ان شاء الله. صراحة أنا كان الوالد ديالي كيمارس هاد الرياضة هادي، ولكن هي جات غير صدفة حيت كانت الأم ديالي والأخت ديالي تتمشاو في الزنقة وشافوا واحد الكوري مع الولد ديالو صغير جارو لابسين لبسة، واختي قالت لماما نتبعوهم نشوفوا فين غيدخلوا يتريني، وكانت مازال صغيره قالت لها انا بغيت نلبس بحالو بغيت ندير داكشي بحالو. ايوا وبقاو تابعينهم توصلوا للجمعيه ديال نجوم السعاده فاس، اللي كنبغي نشكر المدرب ديالي اللي هو بوجمع بن جيده اللي تواليه فضل كبير على هاد النتائج اللي انا وصلت ليهم. من بعد دخلوا الجمعيه وماما قيدتنا، من بعد مشينا صافي بقيت كنتريني، كان في السن ديالي 4 سنين كنت غير كنتفلا غير كنضحك مازال ما كنعرف حتى شي حاجه، كنمشي بكسيوه ما عارفه والو.
من بعد لقيت راسي انني كنبغي هاد الرياضه. ماما بقات متبعه معايا مزيان لي زيتاب كاملين، نمشي للمدرسه نجي نلقى حويجاتي ديال لاصال واجدين فوق الفراش دغيا نبدل كوتي نمشي نتريني. وصراحه كان العائله ديالي الفضل كبير انهم بقاو مسانديني وكانوا كيامنوا انني نكون بطاله. ماما دائما كانت كتقول لي كتشوف بنات من بعد في التايكواندو في الجورنال كانت كتخبي حداك التصاور كتقول لي ان شاء الله نشوفك من فوقاش نشوفكم انتي ولا اختك. علاش لا، والحمد لله دابا ولات كتشوفني في الجورنال كتشوفني هنا وهذا فخر وكنحس به صراحه. كنشكر المجلة ديال لالا فاطمة على هذه الاستضافة وكنتمنى انني نكون خفيفة على قلوب الناس، وان شاء الله لما لا يكون شي انترفيو واحد اخر مع لا ميداي ان شاء الله. خضع فريق التايكواندو لعدة تربصات تدريبية رغم ظروف جائحة كورونا القاسية، إلا أننا جاهزون لخوض المنافسات، وسيدخل اللاعبون النزال على أنها المباراة النهائية، ويجب أن يثق اللاعب في إمكانياته وقدراته وأن يعطي كل ما في وسعه للفوز بالأربع مراحل في النزال للتتويج بالميدالية الذهبية. وهذه أسماء الأبطال المغاربة الذين سيمثلون المغرب في طوكيو. ندى العرج في وزن أقل من 57 كيلوغرام ستواجه في الدور الأول منافستها من الولايات المتحدة الأمريكية. أميمة البوشتي في وزن أقل من 49 كيلوغرام ستواجه منافستها من كوريا. وأشرف محبوبي أقل من 80 كيلوغرام سيواجه منافسا له من الكوت ديفوار. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.